انتقل لفريق انبي، واحنا برضو بنستعرض انبي الحقيقه السنه دي متواجد في مركز جيد، خاض 25 لقاء جمع منهم 37 نقطه، ولكن كان على مقربه ان هو يبقى متواجد في المربع الذهبي تحديدا في المباراه الماضيه، تعادل مع الاسماعيلي بهدفين مقابل هدفين. ولكن الجيد واللي يحسب لانبي بشكل عام هو وجود عدد كبير جدا من اللاعبين، طبعا انا بشجع معظمهم عشان بس تمثيل مصر ان شاء الله في الاولمبياد. تمام. وجود عدد منهم محمد حمدي طبعا ونادر حواش واحمد نادر حواش. فالفكره ان انت يبقى عندك فرقه مليئه بالشباب، اعتقد ده شيء مميز لاي مدير فني. طبعا احنا بس نتكلم على ايه من افضل المواسم لنادي انبي الموسم ده. موسم فيه استقرار اداري، الاداري ده انا يعني بحيي طبعا الباشمهندس ايمن الشراعي ان عامل قاعده وعامل نظام وعامل منظومه كويسه جدا، ان هو منظومه الايه قاعده الناشئين، قاعده الناشئين على اعلى مستوى جدا فعلا بتطلع ليه الفريق الاول ان هو معتمد عليها بشكل كبير. سيد ياسين برضه من نوعيه دلوقتي حاليا بيبص للناشئين بشكل كبير، عشان كده الاستقرار الاداري ده كان مهم جدا في من ناحيه الاداره للفريق، ان هو في اللوائح في الماديات في المرتبات في المكافئات ماشي بشكل كويس قوي. نيجي لسيد المدير الفني للسيد ياسين. سيد ياسين من بدايه الدوري كان مع تامر مصطفى، تامر مصطفى كان عامل التوليفه دي، عامل التشكيله، عامل الاداء للفريق ام بي. فريق ام بي ابتدى تامر مصطفى اتنقل فيوتشر، بعد كده سيد ياسين هو مسك الاداره الفنيه. الاداره الفنيه سيد ياسين اصلا من نوعيه ان هو بيبص عينه على الشباب بشكل كبير قوي ومميز. احنا نبص ام بي وان هو مش غريب على ام بي، فده ساعده على طول ان هو يندمج بسرعه. بالظبط كده. واحنا نبص لسيد ياسين، ام بي بينافس من اول اللي ابتدى الدوري، بينافس هو اللي كان مصدر الدوري، كان ماشي بشكل كبير قوي قبل بايه، قبل كان طبعا ايه مستغل ان نادي الاهلي ونادي الزمالك بيلعبوا في بطولات افريقيه، ان هو لا انبي كان على طول عنده الحافز عايز يبقى ايه متواجد في المربع الذهبي وماشي بشكل كويس قوي. حتى احنا نبص الانبي الماتشات، كل الماتشات اللي لعبها في الماتشات اللي فاتت ان هو على طول عنده نواحي ايجابيه عايز يكسب المباراه. يعني نبص على 3-4 ماتشات هم اللي اتعادل فيها، عنده ايه ايجابيات كتيره وان هو بيحرز اهداف، عنده قوه هجوميه كويسه جدا، عنده عناصر شباب معتمد عليها بشكل سيد ياسين بشكل قوي جدا. عشان كده يعني احنا المباراه اللي فاتت، انا شفت سيد ياسين المباراه اللي فاتت مع الاسماعيلي كان متضايق جدا، كان عايز يكسب المباراه، اتعادل هو 2-2، كان النهارده بقى المباراه من هم بالنسبه له.